نبشر لك فواكه؟ لا لا لا، انا قايم البس واطلع على الارض شوي. الله معك. الله بيابي، ليش تروح على الارض اليوم؟ بيابي بدي اطمن على الفلاحين وبدي اطمن على الشغل ودايق خلقي، بدي امشي بين الشجر شوي. طيب يابي اجلها لبكره، وانا بروح معك. يابي خليك انت واخوك وروح على الحمام، روحوا شوفوا شغلكم وانا بشوف شغلي. امرك يابي امرك. لك ليش هيك عملت؟ لك معيب عليك، معيب عليك تكسر بخاطرك. عينك جوميس جوميس. شو جايبتي امي هذا؟ دايما هيك بيعمل على الفاضي وعلى المليان. تعي 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 لعندي تعي لعندي. صلي على النبي. لا تزعل، لا تزعل، لا حول ولا قوة. الله يهديك الله يهديك. لا حول ولا قوة. بعلو أكبر، راسه عالي. لطيف إلهي اللطف. شو عم تسوي؟ بيتك يا جماعة غني ولياني من العيش. صلي على النبي، صلي على النبي. طولي بالك، طولي بالك. اخ بس بعين الله بيبقى. طولي بالك. اسمعني منيح، مرت العطار ما مشي شغلها مع مرتك، مشان هيك ما بدي اعطيها ولا فرنك. شو هالحكي يا مو؟ شو هالحكي؟ هذا الحكي ما بيجوز بنوب. المخلوقة اشتغلت ولازم نعطيها مصاري لتكمل شغلها وتحبل مرتي ونجيب الولاد. شوف يا مو، ما رح اعطيها ولا فرنك لتطلع مرتك حبلة، هاد اخر كلام عندي. يا مو بس انتي هيك بتكوني اكلتي حق المرأة وما عطيتيها تعبها واجار شغلها. يا مو انا ما فهمت عليك، وضح لي منيح، وضح لي. انا بدي اخذ كرايتي من الدكاكين ومن المالكانات مثلي مثل اي شغيل عندي. فهمت عليك يا مو، بس انت فهمني، هذا كلامك ولا كلام مرتك؟ ما بهم يا مو كلام مين، هذا كلام الحق، والحق والشرع هيك بيقول. بصير خير بصير خير. انت مو ناوي تعطي اخواتي البنات حقهم من ورثة ابي الله يرحمه؟ يعني لايمتى بدك اياهم يضلوا معترين هيك؟ لايمتى؟ ايوه ايوه، هلا انت بدك انا اعطي اخواتك ورثة ابوك وكراية البيوت؟ لك شبك انت شبك؟ اه ايه يا مو، وايش كان يعني؟ يعني انت رضيانه بعيشتهم هي، عيشه التعتير والفقر؟ ايه يا مو ايه، بصير خير بصير خير. يعني رح تعطيهم يا مو؟ اسمع يا انور، انا ما رح اعطي لحدا شيء، لا لاخواتك ولا الك، وبدك تضل عم تشتغل وتعطيني المصاري الي. ان عجبك عجبك، وان ما عجبك هي حيطان البيت، اضرب راسك. فهمت يا مو؟ فهمت يا مو، فهمت. مع السلامه. اخ كله منك انت يا حليمه، كله منك. بعمرو البخل ما أجاب نتيجة يا فايزة. قال شو؟ لجيب ولد لابن عمي أنور. وكلي الله حليمة. لا إله إلا الله. ساتن البخيل قاعد على ماله حارس لغيره. ما أنا هذا يلي مجنني، إنه هي لمين عم تخبي كل هالمصاري؟ آه فايزة لمين؟ يعني لمين؟ لولادها. يعني بكرة جاي اليوم اللي رح تموت وتنقبر فيه وتترك كل شي وراها، وما رح تاخد معها شيء ابدا ابدا. انا ما رح اسكت له وراح اشتكي عليه بالكركون. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وانت شو اخذك لعند بيت مراتب؟ اه شو اخذك؟ ايه والله لك حسنيه، انا شو اخذني؟ وكمان مو متذكر ايش رحت لعندهم؟